السلام عليكم. عندنا والعبد احمد النهار الثالث في مدينه بشار، ولايه بشار، دائره بشار. المهم خاوتي رانا في جيدو، لا بلاص هذه معروفه بكري كانت ما شاء الله الاحضرار داير حاله. هي طربقوها داروا لها كراج، اي واحد من بشار تقول له جيدو يقول لك طربقوها. بكري كانت الاحضرار داير حاله هنا، الله يبارك ما شاء الله. المهم راهي سخانه اليوم، اليوم رانا نهار السبت ياك امين، السبت تسمى الناس ما تخدمش، معناتها الحاله راهي ما شاء الله. المهم خاوتي صدقوني بالله مازال ما بديتش نصور، معناتها راني شغل نخطف، راني كل ما نشوف بلاصه هكذا نخطف شويه، تسمى مازال ما بديتش ندير لي فلوق هذوك اللي موالف انا نديرهم، وهذه موالفه تلعب بالماء وكاع راهي ما فيهاش. المهم هذه هي وهذا هو. المهم صلوا على رسول الله، كاش ما لقاو بلاصه زينه نديروا لكم فلوق عليها باش تستفادوا، على ماذا بينا حاجه اللي تفيد الانسان. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. المهم هاو حبيبنا يبيع عليها طرح حوايج تراديسيون منا اخواتها من اكسيتيرا، ويبيع هذو عشان نطلع عليها هذه تمشي بالماء. المهم صلوا على رسول الله، وهذا الفاصل سنواصل. عندنا العبد احمد انا في السوق المارجي وسمو سوق البراريك هنا في بشار، دوروا تليفون باه ما صوروش نسى. ومن هي خاوتي بدا واحد السوق وسمو سوق تندوف، يبيعوا غير الامور تاع تندوف ياك امين. المهم السخانه بدات تهدر، السخانه بدات تهدر. المهم انا يبيعوا كل شيء حوايج يسير فات والى اخره. المهم صلوا على رسول الله.